بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص تهني بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته في العاصمة الفرنسية داعيا سموه المولى سبحانه وتعالى أن يديم على جلالة الملك محمد السادس منفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة المغربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل القياده الحكيمه لجلالته